مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. جينا للتفاصيل، جينا للكلام الجد، جينا لمرحله زي ما قلت ما تقبلش حلول انصاف الحلول. كلام على الاهلي وسيم امبارح يربطنا بالكلام على الاهلي في المرحله الاخيره. قلت لحضراتكم انه الجميل في الموضوع انك انت ما تكونش في افضل مستوياتك، مش في افضل حالاتك، لكن يكون عندك القدره انك انت تحقق الهدف، ودي واحده من ايجابيات المرحله. وبالمناسبه احنا زي ما وعدت حضراتكم قبل الفاصل هتكلم طبعا على الكلاسيكو النهارده، وهتكلم على الجوله الاولى من الشامبيونز ليج اللي تابعناها كلنا الاسبوع اللي فات، لانه الحقيقه انا شايف كمان انه مش بس كان فيها كره ممتعه، لكن كمان كان فيها كتير من الدروس المستفاده. يعني لما اشوف الريال وهو بيعاني دفاعيا بشكل كبير جدا في ظل غياب اهم اثنين مدافعين في الفتره الحاليه فاران وراموس، وتلاقي الفريق مع الجهاز الفني جاهز للتعويض ده امام خط هجوم قوي جدا بقياده ابو صلاح وساديو ماني ومعاهم جوتا، ولما تشوف البايرن على ارضه، بايرن اقوى فريق في العالم النهارده بيلعب بي اس جي وبيتاخر مره واثنين وثلاثه، ولكن الحقيقه ما اعتقدش حد من جماهير بايرن ممكن يلوم الفرقه على الاداء القوي اللي قدموه في المباراه رغم الخساره. طبعا هنتكلم كلام كتير، وخلينا بس في البدايه نرحب بالكابتن اشرف ممدوح ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير احمد، اهلا بيك واهلا بكل جماهير النادي الاهلي العريضه في كل الوطن العربي. اهلا وسهلا بحضرتك. خليني قبل ما ادخل في التفاصيل اخد منك تقييم عام من بعد بطوله او بعد العوده من كاس عالم للانديه وصولا للنهارده. الحمد لله الاهلي تاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. الحمد لله. شايف تقييمك للمرحله دي ازاي؟ راضي عن المستويات، الاداء اللي قبل النتائج، الاداء اللي بيقدمه النادي الاهلي، وايه اكتر السلبيات من وجهه نظرك؟ طيب خلينا يعني نروح لنقطه مهمه بس بدايه كده معاك احمد. احنا دايما هنا في بيتنا في النادي الاهلي ما بنقيمش المرحله، احنا ممكن ننتقد حاجه ايجابي بشكل ايجابي علشان لو الناس مش واخده بالها، بس يبقى احنا بنحط سبوت من وجهه نظرنا مش اكتر. انا كمان عشان يعني الاهم اللي جاي، يعني انا بشوف انه لما هنحط سبوت على الحاجات جد اللي كانت نقط ضعف او فيها خسور ممكن بشكل كبير جدا صحيح نساعد، ده دورنا ان احنا نساعد في وده اللي جاي، وده المهم جدا. فاحنا مش هنقيم المرحله دي لماتسوميني على اساس انه لسه ولسه قدامه وقت ولسه متعاقد مع النادي الاهلي ولسه بيحقق المطلوب في مع النادي الاهلي. يعني من ست شهور بتسوميني حقق كل المطلوب مع فرقتنا باستثناء شويه الاداء اللي جمهور النادي الاهلي مش راضي عنه، ولكن حققنا بطوله افريقيا الحمد لله، الدوري، خدنا بطوله الكاس، وصلنا كاس العالم للانديه، حققنا برونزيه كاس العالم للانديه، ماشيين بشكل جيد الحمد لله في الدوري. ليه اختزلت الموضوع في موسيماني بس؟ دايما الجمهور النادي الاهلي دايما بيتكلم في النادي في المدير الفني، ولكن طبعا عندك حق في ده. احنا بنتكلم في الجهاز الفني بشكل عام، الجهاز الاداري بشكل عام، مجلس الاداره وفريق كره قدم بالتاكيد. أي. يعني ولكن الناس دايما عينيها دايما او انتقادها دايما بيكون للمدير الفني، سواء كسب او خسر هو دايما المسؤول الاول والاخير عنه. شايف اللعيبه اللي ظهرت الفتره اللي فاتت قدمت كل اللي عندها من وجهه نظرك؟ لا لسه، انا شايف انه لسه، وشايف انه لسه في مرحله طويله اعتقد مع موسيماني ومع الجهاز الفني للتطوير شويه، تطوير الاداء. صحيح احنا بنحقق الانجازات، وانت تفضلت وقلت ده احمد، احنا بنحقق كل المطلوب. يعني النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي حققت كل المطلوب منها الفترات اللي فاتت على مستوى النتائج. صحيح الاداء لسه ما ارتقاش للمستوى المطلوب وما ارضاش جمهور النادي الاهلي، ولكن الجهاز الفني واللاعبين حققوا كل المطلوب منهم في ظل ظروف صعبه، في ظل اصابات كثيره جدا، في ظل ضغط مباريات رهيب جدا بعد الكورونا. يعني احنا بنتكلم من شهر 8 للنهارده، بنتكلم في عدد مباريات كبير جدا، ولسه المرحله اللي جايه كمان يعني النادي الاهلي داخل على مرحله صعبه جدا جدا الحقيقه، 7-8 مباريات في 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 فتره ضئيله جدا جدا. في ال 20 يوم اللي جايين في 7 ماتشات، 7 مباريات، فالحقيقه الضغوط صعبه جدا، وده اللي بيخليني اقول انه كان من المفترض او من وجهه نظري في المباراه اللي فاتت مع سيمبا، وده اللي اتكلمت معاك فيه احمد لو فاكر، اتكلمنا انه لابد ان موسيماني يراعي او يبتعد، بلاش يراعي، يبتعد تماما عن انه يشوف اراء الناس الفتره اللي فاتت دي، لانه ده بيخليه تحت ستريس غير طبيعي، تحت ضغط او ضغوط غير طبيعيه، بدليل انه في مباراه زي امبارح تحصيل حاصل كان ممكن بشكل كبير جدا
اركز على مجموعه اللاعبين اللي ما بتلعبش بشكل دائم علشان تجهز، لان عندي مرحله مهمه جدا جدا الفتره اللي جايه. كان على الاقل 5 6 لاعبين امبارح بدايه مع النادي الاهلي علشان يجهزوا، وخمس ست لاعبين من الاساسيين المرهقين يبتدوا يريحوا. يعني عارف الضغوط الموجوده على موسيماني والجهاز الفني، انه ما ينفعش تخسر اي مباراه، ما ينفعش تأدي بشكل سيء، بس لازم التعويض على الخساره. كان موسيماني امبارح خد بالك انه يعني بعد الماتش المريخ كان في حاله تحفز، والناس دي عارفه ان المباراه تحصيل حاصل. صحيح، بس الناس مستنيه، مش مهم. يعني مش مهم المصلحه العامه. انا بتكلم، هو ده اللي انا بقول لك عليه، انه المصلحه العامه. انا ببص قدامي الخطوه اللي احنا دايما في النادي. عملي قوي يا كابتن اشرف، تفكيرك عملي قوي يا كابتن. عملي جدا. اقول لك انت بتاع ورقه وقلم، واحد زائد واحد تساوي اثنين. اقول لك ليه لانه لما تأدي سيء بس بتحقق النتائج الدنيا بتمشي كويس. يعني ما خلاص ما بقاش فيه، ممكن يبقى فيه شويه انتقادات على الاداء، ولكن لما النتائج بتسوء الدنيا كلها بتتلخبط. انت بتضطر تمشي جهاز فني جديد بيجي، تمشي لاعبين، يعني كل السياسه العامه اللي كنت ماشي عليها بتتغير. ولكن لما بتحقق النتائج وتأدي بشكل يعني غير مرضي دلوقتي بس ممكن مع الوقت يجي، الدنيا بتمشي او المركب بتمشي بشكل جيد. عشان كده بقول لك انه المرحله اللي جايه احنا لسه بنتكلم من 7 مباريات في اقل من شهر. ايوه مظبوط، 20 يوم بالظبط. احنا بنتكلم في من هنا ل 30 ابريل. هتلعب 14 النصر زمالك، من 14 ل 30 سبع ست ماتشات نصر، من 14 ل 30 بالظبط. نصر، زمالك، مصري، انبي، سموحه، جونه، غزل المحله. مظبوط وكلها فرق قويه. المفترض انك قويه بتيجي قدام الاهلي، انت فاهم القصه. والمفترض احنا بنتكلم دلوقتي اننا وصلنا كمان لمرحله ارهاق شديده جدا للاعبين. يعني احنا بنتكلم في هذه المرحله ان لاعبي النادي الاهلي مرهقين، في مجموعه كبيره جدا منهم مرهق. وده اللي انا بقول لك عليه، المفترض النادي الاهلي عنده 30 لاعب او 3 4 لاعبين كمان من الناشئين، يكون عندي على الاقل قوام يقدر يشارك في اي مباراه باختياراتي لو انا حتى مش مضطر ان ابدل 18 19 لاعب او 20 لاعب. ده النادي الاهلي ليه؟ لانه انا بشارك في 4 5 بطولات خلال الموسم، لابد ان يكون عندي على الاقل 20 لاعب جاهز. لو انا النهارده بشارك بس ال 11 لاعب واثنين ثلاثه تغييرين ثلاثه، انا عندي مشكله كبيره جدا خلال الموسم، انا عندي مشكله كبيره جدا هتواجهني خلال المباريات اللي جايه. انا بلعب في اكبر بطولات موجوده، يعني بشارك في كاس عالم انديه، بشارك في بطوله افريقيا، بشارك في السوبر، بشارك في الكاس مصر، بشارك في الدوري المصري، وبالتالي 5 بطولات من اقوى البطولات الموجودين في القاره. عايز اقول لك انه هو ده الضغط اللي موجود على الجهاز الفني. انت شايف انه يعني اللي فهمته من كلامك ان انت شايف انه السبب رقم واحد في المستوى او الاداء اللي مش راضي عنه الغير مرضي هو شوية. هو ارهاق اللعيبه، وانه الدايره اللي بيدور فيها موسيماني مش واسعه، القماشه اللي بيختار منها مثل موسيماني مش القماشه المفترض يكون. انت اتكلمت في سببين، وسببين مهمين جدا. ارهاق، وان القماشه مش كبيره تخلي او تسمح لي اني اقدر اعمل الروتيشن في اي مباراه. ما بقاش متخوف. يعني سيمبا امبارح مباراه عاديه، ما فيش عندنا احمد، احنا دايما بنتكلم في النادي الاهلي ما فيش فكره الطار او الصقر اللي احنا بنتكلم عنه ده. احنا بناخد كل مباراة يعني لوحدها أو على حدة، ما بنفكرش في المرحلة اللي بعدها، نفكر بس في المباراة اللي جاية. وبالتالي سيمبا، مباراة سيمبا امبارح أنا شايف إنها مباراة عادية جدا، تحصيل حاصل. كان ممكن أشرك 5 6 لاعبين من اللاعبين اللي هقدر أجهزهم للمرحلة اللي جاية، لأن أنا النهاردة عندي كم إصابات لمجموعة من اللاعبين الأساسيين في النادي الأهلي، فرقت جدا وبتفرق جدا في الأداء كمان. يعني مش بس في النتائج، لا بتفرق كمان في الاداء. المريخ السوداني، انت اتكلمت عن المريخ، مباراه المريخ هناك مباراه ارعبت جمهور النادي الاهلي في كل الوطن العربي. ليه؟ الاداء سيء، النتيجه كانت سيئه جدا قبل نهايه المباراه، وبالتالي الناس ابتدت تتخوف ان ممكن في المرحله اللي جايه لا، النادي الاهلي ممكن يعاني بشكل كبير. كان لابد من تجهيز اللاعبين علشان يكون عندي البدائل الجيده. طريقه اللعب، مش هتكلم عن طريقه اللعب، ولكن لابد ان يكون هناك شكل شويه للنادي الاهلي. موسيماني حقق المطلوب منه، يمكن في 31 مباراه النهارده في 6 شهور، 23 فوز 6 تعادلات وخسارتين. والحقيقه الست تعادلات والخسارتين ما اثروش
في تحقيق الانجاز المطلوب او تحقيق المطلوب من النتائج من الجهاز الفني. وبالتالي انت حققت كل المطلوب منك الفترات اللي فاتت، صحيح الناس متعطشه جدا للاداء وده حق جماهير النادي الاهلي على اي جهاز فني موجود. مش هنتكلم على الفترات اللي فاتت ومن تولوا او تولوا على الفريق، ولكن موسيماني قادر انه يحقق ده مع النادي الاهلي لان القماشه اللي موجوده جيده، محتاجين تدعيم في بعض المراكز، ولكن محتاجين يكون عندنا الشكل شويه علشان جمهور النادي الاهلي يطمن بشكل كبير في المباريات اللي جايه. طيب وبالتالي قلنا الارهاق، ايوه تجهيز اللاعبين البدلاء، وده مهم جدا جدا الفتره اللي جايه. القماشه ماتش النصر بيتهيألي كنت لسه بتكلم على ماتش النصر، وفي اغلب الاحوال اعتقد انه هيبقى فرصه انك انت انا بالنسبه لي مباراه النصر اهم من سيمبا، لان مباراه سيمبا تحصيل حاصل، مباراه النصر ممكن تعطلك تخرج من الكاس، ممكن يعني ما تحققش النتيجه، وارد. خلي بالك مباراه الكاس صحيح النادي الاهلي وبيتنا كبير جدا جدا، ولكن مباراه الكاس غير مضمونه تماما، حتى لو بتلعب فريق درجه ثالثه ورابعه ده بنشوف في كل الدنيا. وبالتالي كان ممكن تجهز بعض اللاعبين المباراه دي والمباراه اللي جايه زي ما اتفضلت وقلت، علشان يكون عندي بدايه الفتره اللي جايه. خلي بالك عندنا خمس او ست لاعبين مرهقين بشكل كبير جدا جدا الفتره دي. وكنت مبسوط جدا ان رامي ربيعه امبارح ابتدى يشارك وابتدى مستواه يعود مره ثانيه، جدا جدا يمكن اهم مكاسب المباراه امبارح رامي ربيعه. بيكم الحمد لله ادى بشكل مميز جدا، كنت اتمنى انه اكرم توفيق وناصر ماهر. على فكره بيحسب كمان للاسمين اللي انت قلتهم ان هم بعاد بقالهم فتره بره الملعب، من افضل اللاعبين الموجودين كانوا من في اول مشاركه او عوده ليهم يقدموا مستوى. هي دي طبيعه لاعب النادي الاهلي، انه لما بديله هو دايما بيحاول يجهز اثناء التدريبات او المباريات الوديه، لما بياخد مباراه واثنين وثلاثه ممكن يعود مره ثانيه، يبقى عندك بدل البديل اثنين وثلاثه، ودي مهمه جدا جدا المرحله الجايه يا احمد الحقيقه. وبيتهيألي كمان ان اللي بعيد ده يبقى جعان كوره شويه يا كابتن عاشور، جدا يعني جداً. اللي بره الصوره عايز يخش في الصوره باي شكل من الاشكال، فمع اول فرصه انت بتديها له يعني بيحاول يشبع رغباته اولا وبيحقق المطلوب. طبعا تتوقع انه ده يبقى سيناريو النصر مباراه النصر يعني اللي جاي ولا برضو مستر موسيماني يعني مش عارف الحقيقه، ولكن اتمنى يعني هو ده اللي انا بقول لك عليه. هو طبعا التقييم احنا ما ينفعش نقيم، ولكن احنا بنقول وجهه نظرنا. مباراه النصر ممكن تشارك فيها اربع خمس لاعبين ممكن يجهزوا الفتره اللي جايه، لانه قوام النادي الاهلي ال 11 لاعب او ال 12 13 لاعب اللي بتلعب بيهم بس هيعمل لنا مشكله كبيره جدا جدا بعد كده، خاصه ضغط المباريات الكبير جدا على النادي الاهلي الفتره اللي جايه. قلت برضو في البدايه انه يعني اعتقد انها فرصه كويسه جدا، يعني على الرغم من ضغط الماتشات توالي الماتشات بشكل كل 72 ساعه ماتش. كابتن سيد عبد الحفيظ كان متحفظ جدا على الموضوع ده وقال حاجه ما بتحصلش في الدنيا صحيح. كلها صحيح ولكن ده وارد يعني وارد. بس اقصد اقول كلها مباريات محليه. وقلت انها فرصه شويه ان احنا نقفل صفحه افريقيا شوية. وناخد بريك كده يعني فاصل من الزمن كويس يخلينا نجهز للمرحلة الصعبة. انت مش عارف متابع بقية الفرق ولا لا، بس انا شايف على فكرة الترجي، انا شايف ان الفرق اللي معاه هي اللي مسيطرة، يعني انا مش شايف ان الترجي فريق تقيل قوي، لكن شايف مثلا فرقة زي الوداد، شايف فرقة زي سان داونز، مقدمين كورة وبيعلنوا عن نفسهم وعن رغبتهم في التتويج بشكل كبير، فبالتالي انت رايح للصعب، ومن الوارد جدا واحد من الاسماء اللي انا قلتها دي تكون هو اللي هتقابله في دور الثمانية. وارد جدا تستغل ماتشات الدوري دي، المباريات المحلية دي، فإنك أنت تحضر نفسك للماتشات بتاعت دوري الأبطال، ولا تخش براسك كده وتخش بتقلك في ماتشات الدوري وتلعب على النقطة زي ما بيقولوا كده من أول مباراة؟ قدر الفرق الكبيرة وقدر فريق النادي الأهلي تحديدا أنه جمهوره ومجلس إدارته لا يقبل إلا المركز الأول في كل البطولات اللي بتدخلها، فطبيعي جدا أن يكون عندك ذكاء في التعامل من الجهاز الفني. طبعا بتكلم عن الجهاز الفني، انه يكون عندك ذكاء في التعامل في عمليه الروتيشن وتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا، لان ده مهم جدا. ممكن زي ما انت قلت احمد، مهم جدا، نقطه مهمه جدا انت قلتها من شويه، انه رامي ربيعه وبيكم مجرد ما شاركوا كانوا جاهزين بدنيا ونفسيا، ودول مهمين جدا جدا. العامل ده او العاملين دول من اهم العوامل اللي ممكن تنجح اي فريق. الجهاز الفني مطلوب منه انه يجهز اللاعبين
بدنيا ونفسيا وذهنيا جدا جدا الفترات اللي جايه، يكون عندي اكتر من بديل، لانه بطوله الدوري ما تقبلش القسم على اثنين، خلاص جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش ده. مطلوب من النادي الاهلي انه يحقق بطوله الدوري، مطلوب من النادي الاهلي انه يحقق بطوله افريقيا، مطلوب من النادي الاهلي انه يحقق بطوله الكاس، وبالتالي انت مطالب منك كجهاز فني وكلاعبين انك تشارك، مش بس تشارك في هذه البطولات، انت مطلوب منك انك تاخد هذه البطولات. محتاج ذكاء كبير جدا من الجهاز الفني واللاعبين الفتره الجايه، محتاج تركيز شديد جدا جدا من اللاعبين، لاني شايف ان معظم الاصابات في النادي الاهلي او في لاعبي النادي الاهلي اصابات عضليه، وده معناه انك بتصل لاقصى حمل وبتزيد عليه كمان، وبالتالي بتحصل الاصابه. الضغوط اللي موجوده دي مش بس ضغوط بدنيه، ضغوط نفسيه وضغوط عصبيه وحاجات كتيره جدا بتحصل بتؤدي لاصابه اللاعب، وبالتالي تعامل الجهاز الفني والاداري والطبي مع اللاعبين الفتره اللي جايه وبتركيزهم هيفرق كتير جدا المرحله اللي جايه. اتمنى ان شاء الله ان ده يحصل، واتمنى انه موسيماني والجهاز الفني يتعاملوا مع اللاعبين نفسيا وبدنيا بشكل رائع الفتره اللي جايه، ويكون كمان في عمليه الروتيشن، يمكن عندنا المباراتين دول سامبا والنصر تجهز فيهم بعض اللاعبين يكونوا بدائل جيده الفتره الجايه. اتمنى ان النصر المهري يبتدي ياخد يعني في مجموعه من اللاعبين تقدر تسد شويه. تفتكر مع اللاعبين الاساسيين، تفتكر انه انا مدرك تماما ومقدر، ومفترض ان كل جماهير مدركه لحجم المجهود الرهيب اللي بذلته الفرقه دي على مدار الشهور الاخيره؟ صحيح، يعني مجهود الحقيقه يشكروا عليه ايا كان المستوى اللي بيتقدم. ممكن ما نكونوش راضيين وغيرانين وعايزين احسن، ده حقنا وشيء طبيعي وحق مكفول لكل الجماهير، لكن لابد من الاخذ في الاعتبار كم البطولات والمجهود والماتشات، عدد المباريات اللي لعبتها. ما فيش فرقه بتلعب في كل البطولات دي بهذا الكم من المباريات، وحققت كل المطلوب يعني، وحققت كل المطلوب. السؤال بقى هنا، هل تعتقد انه في دور المجموعات تحديدا فكره انك انت الى حد ما الاهلي، وفكره انك انت ضامن بشكل كبير جدا انك هتتاهل لدور الثمانيه، ده بيخليك تتاهل باقل مجهود؟ يعني في العقل الباطن عند كل لعيب ممكن بشكل ده بشكل او باخر ينعكس على الاداء الجماعي بشكل عام، انه اللعيبه مطمنه او يعني متاكده انها هتوصل دور المجموعات، فبالتالي بتحاول تحقق الهدف ده باقل مجهود على اساس انه لما يبقى في بقى فكره خروج المغلوب، لا دي قصه ثانيه. فاهم قصدي؟ هل ده السيناريو وارد؟ احيانا بيحصل، ولكن لوهله يعني، مش للحظات، مش بتبقى بشكل دائم، لان المباريات وتواليها وتتابعها والنتائج بتخليك تفوق من من الحلم ده او من التصور اللي وصل لك. احيانا طبعا وبيبقى وارد جدا انه لاعبي النادي الاهلي بعد الانجاز الكبير اللي حصل في الموسم اللي فات يكون مطمن بشكل كبير انه ممكن يصل للنهائي بمجهود او لنصف النهائي حتى باقل مجهود. ده وارد جدا. اسالك سؤال ده ليه؟ لانه امبارح يعني كل طبعا جماهير نادي الاهلي كانت مستنيه ماتش امبارح لسببين. السبب الاول انه طمنونا بعد ماتش المريخ، يعني احنا شفنا المريخ ومش الدنيا مش بالنسبه لنا مش واضحه، فاحنا عايزين نشوف حاجه تطمننا على اللي جاي. الناحيه الثانيه انه بيتهيألي برضو اللعيبه وهي بتلعب في المباراه كله في حته كده من 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 دماغه رايحه شويه لماتش الزمالك، يعني انا مش عايز اتصاب، انا مش عايز ابقى مرهق، انا مش عايز يجي لي شد، انا مش عايز يعني. طب انا معاك ان ده احيانا بيحصل، بس يعني بيبقى اللحظات، اللحظات مش ما بيبقاش بشكل دائم لاسباب، لانه زي ما قلت لك انه لاعب النادي الاهلي مطلوب منه طول الوقت انه يحقق المركز الاول في كل البطولات اللي بيشارك فيها، مطلوب منه انه يكون بيؤدي بشكل مرضي، لان جمهور النادي الاهلي بيتابع فرقته طول الوقت، حتى لو بتلعب مباراه وديه اعتقد النادي الاهلي كمان او جمهور الاهلي بيتابع المباراه دي سواء في الملعب او في القناه. جمهور الاهلي بيتابع التمارين كل يوم تمارين، فانت مطلوب منك انك تبقى مركز 24 ساعه. اعتقد انه مطلوب من لاعبي النادي الاهلي المرحله اللي جايه، والحقيقه انا كنت بتابع صلاح، من محمد صلاح نجمنا طبعا يعني من فترات طويله، ويمكن كان ليه لقاء قريب، من اهم الجمل اللي قالها اني انا باكل وبشرب وبنام وما بعملش حاجه غير كوره. يعني انا كل حياتي في خلال اليوم كوره بس، انا بسافر وانجلترا، من وقت ما بسافر انجلترا لغايه ما برجع هنا ما بفكرش في اي حاجه في حياتي غير حتى الكرة. في يعني بيتي شويه عملت حاجه بيتمرن جوه البيت فهو التركيز هو اللي بيدي دايما النجاح. لاعبي النادي الاهلي متعودين على ده صحيح، ولكن زي ما انت قلت احيانا للحظه كده ممكن الاطمئنان يخليك تأدي بشكل اقل شويه، لانك ضامن انك او
ولكن في كره قدم الحقيقه ما فيش الكلام ده، بدليل ان في بعض المباريات النادي الاهلي كان الاداء سيء وكانت النتيجه ممكن تتغير بشكل سيء. في سيمبا مثلا خسرنا هناك، في المريخ استقبلنا هدفين، وبالتالي لا كره القدم ملهاش كبير، ولازم او لابد من التركيز 90 دقيقه، ال 120 دقيقه او 90 دقيقه اللي هتتلعب. اتمنى بس ان النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي يكون تركيزهم بنسبه 100% الفترات اللي جايه في الاكل والشرب والنوم والتركيز داخل الملعب والتمرينات، لان الاصابات الحقيقه لو حد بعد الفتره اللي جايه كمان مع مجموعه لاعبين مصابين هتكون بالنسبه لنا فيها مشكله كبيره جدا. تتمنى نقابل مين في دور الثمانيه؟ القرعه يوم 20 اعتقد. انت 30؟ لا يوم 20 اعتقد 20، يا ريت تتاكدوا لنا. اعتقد انها 30 ابريل. سواء 20 او 30 ممكن. مين بالنسبه لك يكون؟ هو طبعا هم كلهم تقال الحقيقه، بس كلهم تقال، ولكن اعتقد الحمد لله ان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي يعني كنا متخوفين دايما من شمال افريقيا. كنا دايما بنخاف او بنقلق، بلاش نخاف دي، النادي الاهلي الحمد لله ما بيخافش من حد. كنا دايما بنقلق شويه في مبارياتنا مع فرق المغرب او تونس او الجزائر، ولكن الحمد لله الفترات الاخيره النادي الاهلي الحمد لله قادر على البطولات. والله احنا في شمال افريقيا ده صحيح يعني، وشوش النادي انديه شمال افريقيا تحديدا وداد صفاقسي طبعا ترجي نتائج كبيره جدا وكانت مفرحه قوي يعني، كانت ليها طعم مختلف يعني. والله والجنوب برضو كان وشهم حلو يعني عليه الحمد لله. الحمد لله. يعني انت تفضل مين يعني، شايف ان المواجهه اللي جايه تتمنى الموضوع يبقى وكله هيبقى يعني من اللحظه اللي جايه لغايه لو وصلت ان شاء الله باذن الله منصه التتويج ان شاء الله هتقابل فرق تقيله جدا، والبطل اللي عايز يوصل للبطوله يعني مش بيهمه قوي هيقابل مين امتى، لكن نفسك تكون البدايه مع مين؟ انا شايف انه سكه شمال افريقيا بالنسبه لنا دلوقتي افضل، لانه انا اتفرجت على الترجي الحقيقه، اتفرجت على مولوديه وهران، الوداد يعني شايف الحقيقه انه يمكن افضلهم شويه الوداد. رغم ان الوداد الموسم اللي فات انت شفت لا الوداد الحمد لله نسخه السنه دي حققنا الحمد لله السنه دي مختلفه تماما يعني كسبنا رايح جاي الموسم اللي فات، ولكن شايف انه ادائهم بعيد جدا عن بعيد يعني بعيد. الترجي رغم من مكسبه هنا لنادي الزمالك حتى في اداؤه خلال البطوله هذا الموسم سيء، وليت وهران نفس الكلام، الوداد دي يمكن شويه افضلهم، ولكن انا شايف ان سكه شمال افريقيا لينا افضل او المواجهات معاهم هتكون افضل الفترات اللي جايه. يمكن سان داونز وفرق جنوب افريقيا اعتقد شايف انهم اقوى شويه، كمان السفر الرحله طويله الضغوط شويه اللي بتبقى موجوده سواء الملاعب او درجه الحراره، خاصه احنا داخلين على شهر على الصيف كمان فهتكون الامور اصعب شويه. اتمنى ان شاء الله ان يكون يعني ان شاء الله يكون المشوار سواء هنا او هنا النادي الاهلي باذن الله منصه التتويج ان شاء الله. طيب اروح معاك للكلاسيكو النهارده، الارض كلها الكره الارضيه مستنيه طبعا، ولو اني بشوف انه الى حد كبير خصوصا بعد ما رحل كريستيانو يعني انا فاكر في الفترات اللي كان فيها كريستيانو وميسي في حاله منافسه بينهم، كان جزء من الحاله المرتبط بيها الكلاسيكو بشكل كبير. بعد ما مشي كريستيانو قلت شويه، لكن ورغم كمان انه الفرقتين يعني عطلانين شويه يعني مش دول الريال ومش دول البارسا اللي تابعناهم في العشر سنين الاخيره بشكل كبير، لكن يظل اللقاء يعني كلاسيكو صحيح طبعا مهم جدا. بتشوفه ازاي وشايف فرص مين اكبر النهارده؟ هو اهميته انه النقط قريبه جدا يعني اتلتيكو متصدر طبعا 65 احلى مواسم اتلتيكو السنه دي سبع اعتقد 66 نقطه، وبرشلونه 65 والريال 63، وبالتالي المنافسه قريب جدا جدا يعني. ويمكن دي من المباريات اللي كانت او من مواسم طويله ما شفناش اقتراب المنافسه بالشكل ده، او ما كانوش الاثنين النقط قريبه جدا ومعاهم فريق اتلتيكو مدريد بهذا الشكل، وبالتالي المباراه النهارده هتفرق جدا. يمكن تصريحات زيدان وتصريحات كومان يمكن بتروح شويه انه مش دي المباراه اللي هتحسم بطوله الدوري، ولكن انا شايف الحقيقه ان ممكن النهارده لو برشلونه فرق الخمس نقط دول لو كسب النهارده لا هيكون في صعوبه شويه ان الريال يلحقه. الريال مطلوب جدا جدا النهارده انه يفوز على برشلونه عشان يقرب بشكل كبير من المنافسه مع اتلتيكو مدريد وبرشلونه. اعتقد المباراه هتكون قويه جدا. طبعا فاران وراموس زي ما تفضلت وقلت من اهم اللاعبين في العالم مش بس في ريال مدريد النهارده، وبالتالي غيابهم هيفرق فرق كتير جدا في مع اللاعبين نفسيا، ولكن انت شفت قد ايه انه قيمه هؤلاء اللاعبين
واهميتهم بالنسبه لريال مدريد ما فرقتش في مباراه زي ده واحد من اهم مع ليفربول في الشامبيونز ليج. انا شايف كتير من الدروس المستفاده جداً. اللي ممكن كتير جدا تفيدنا احنا في الفتره اللي جايه. يعني احنا بنتكلم على غياب كتير من اللاعبين الرئيسيين وازاي ممكن يكون مؤثر في ماتش الريال والليفر في الشامبيونز ليج. العالم كله اتكلم على ضربه مؤلمه جدا للريال، وخصوصا ان فاران كان مفترض هيشارك، يعني كان راموس معروف انه بره، لكن في اخر لحظات تم اعلان كمان ان فاران مصاب ويعني مش هيبقى موجود. وبالتالي انت بتلعب وعلى اقوى من اقوى خط الهجوم في خط الهجوم في العالم، يعني تتكلم على فرقه صحيح مهلهله السنه دي ومتراجعه، لكن لما تيجي تتكلم على خط ليفربول لا تعظيم سلام، واحد من اقوى خطوط الهجوم. ومع ذلك شفنا الريال حاضر وواقف وقافل ثغراته ومقفل على، يعني نتيجه هايله وعمل نتيجه هايله جدا. طبعا بتعود للتجهيز النفسي للاعبين البدني بالتاكيد، ويمكن حظوظ المباراه او سير المباراه وقتها ادى التوفيق شويه للريال، ولكن طبعا اللاعبين مهمين جدا كانوا هيفرقوا كتير جدا جدا مع الريال في المرحله اللي جايه. مباراه دايما بننتظر منها المتعه الحقيقه، يعني انا دايما بحب اتفرج على الكلاسيكو لانه في متعه حقيقة. غياب رونالدو الحقيقه اثر بشكل كبير على متعه كره القدم في الدوري الاسباني، والحقيقه انبهاري الشديد جدا جدا احمد استمراريه التالق والاداء والاخلاص والتفاني من رونالدو ومن ميسي، يعني الحقيقه اثنين نموذج ومعهم صلاح في السنوات الاخيره في اخلاص وتفاني غير طبيعي، واعتقد انه لابد ان شبابنا مين؟ ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش كمان يعني 40 سنه النهارده، يعني كان هداف الدوري الايطالي، يعني متخيل انه الاثنين دول او الثلاثه دول بينافسوا على او الاربعه اللي اتكلمنا عنهم هم هدافين الدوريات بتاعتهم صحيح. في هذه السن اعتقد انه ده نموذج مشرف جدا، لابد ان كل لاعبتنا تشوف قد ايه الاخلاص وقد ايه التركيز في كره القدم بيدي تألق واستمرارية في النجاح. لا هي قصة مش سهلة خالص صحيح. يعني احنا بنشوف او الجماهير بتشوف متعة بتشوف شهرة بتشوف عقود بملايين، لكن ورا ده في قصة كفاح غير طبيعي غير طبيعي صحيح. فوز الريال في الشامبيونز ليج على ليفربول يديله او يرفع من اسهمه او يرفع من حالته المعنوية النهارده في مواجهته مع البارسا جدا جدا. الناس بتتخيل ان اوروبا ما بيفكروش بالشكل ده، لا الناس المعنويات البني ادم هو نفس البني ادم في كل مكان. المعنويات بتفرق جدا، الناحية النفسية بتفرق جدا، والا ما كانش في شفنا في اوروبا ان في كل فريق معد نفسي بنتكلم عنه انه بيجهز اللاعبين ازاي نفسيا عشان يشارك في مباراه ليها اهميه او من هذا القبيل. وبالتالي لا الموضوع النفسي ده بيفرق جدا جدا مع اللاعبين معنويا داخل الملعب. ولكن المباراه النهارده صعبه، يعني صعب جدا انك تقول مين النهارده ممكن يتفوق على الاخر سواء برشلونه او ريال مدريد. صحيح. كومان وبارسا يعني اسمين منسجمين مدرستين ينتموا لنفس الفكر والفلسفه، ولا شايف كومان يعني خد البارسا ونزل بيها؟ هو ماشي بشكل يعني معقول مع برشلونه، ولكن طريقه لعب برشلونه مختلفه شويه. الطريقه الهولنديه لكومان اعتقد مختلفه شويه عن طريقه لعب برشلونه اتعودنا عليها طول عمرنا. يعني يمكن الكرة السهلة والاستحواذ والسيطرة والنقل الكتير للكرة الوصول برشلونة لمرمى الخصم بعدد كبير جدا من النقلات ومتعة كرة القدم مش موجودة شوية في المرحلة دي مع برشلونة، ودي يمكن طريقة اللعب ويمكن التكتيك أو الناحية الخططية للمدير الفني كومان هي دي اللي بتفرق. عشان كده بقول إنه لو خدنا ده وطبقناه عندنا في مع موسيماني والجهاز الفني النادي الاهلي عايزين نشوف ده مع النادي الاهلي الفتره الجايه، عايزين نشوف طريقه لعب شويه النادي الاهلي في مرحله من المراحل كنا بنقول انه في اداء رائع جدا من النادي الاهلي، في اداء وفي نتائج. الفتره دي شويه الاداء بعيد لانه ما بنبتديش كره من تحت، ما فيش ناحية خططية شوية بنبتدي بيها، بنعتمد شوية على قفشة، بنعتمد شوية على انطلاق كان علي معلول ومحمد هاني من ناحية اليمين، وبالتالي أنت محتاج تطور ده الفترة اللي جاية. المدير الفني أحمد بيفرق كتير جدا جدا في تطوير اللاعب، مش بس تطوير طريقة اللعب أو لا تطوير اللاعب نفسه. عشان كده بنقول إن ممكن بواليا الفترة اللي جاية مع موسيميني ممكن إن شاء الله لو اشتغل عليه هيفرق كتير جدا، صلاح محسن ممكن يفرق كتير جدا، شريف
الحقيقه يعني مش بشكل رائع جدا جدا جدا, جداً واخلاص غير طبيعي وتركيز تركيز هو ده اللي بيجي. الروح دي بتيجي دايما من التركيز. انا مركز النهارده لازم ادي بشكل معين مش بس تحقيق الهدف ولكن او اني احرز اهداف، لا كمان صناعه اللعب وصناعه مساحات لزملائي. لا الحقيقه اداء مميز جدا جدا من تشيلي في الفتره. طيب اسمح لي كابتن اشرف هنروح مع مشاهدينا لحفل بتقيمه رابطه النقاد الرياضيين برئاسه طبعا الناقد الرياضي الاستاذ حسن خلف الله. والنقد والحفل ده بيتم فيه تتويج الافضل على مستوى الوسط الرياضي، سواء كنا بنتكلم على فرق، سواء كنا بنتكلم على لاعبين، سواء كنا بنتكلم على العاب فرديه، وايضا كمان فيما يتعلق بالجوائز الصحفيه. وبيحضرها الحقيقه عدد كبير جدا من الشخصيات، النخبه الرياضيه، بنتكلم على الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، بنتكلم على الاستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بنتكلم على كابتن محمود خطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نروح هناك نعرف ونتابع مع حضراتكم تفاصيل اكتر ونرجع مره ثانيه في السادسه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحيي بالسادة الحضور كلهم، واحب طبعا خالص الشكر لرابطه نقاد الرياضيين، ومنتهى السعاده اما يكون تقييمك من ناس اصحاب اقلام حقيقيه. انا مبسوط جدا جدا اللي انا كنت مدير تنفيذي لاكبر نادي في الشرق الاوسط. لازم اشكر طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره المحترم اللي وضعوا ثقتهم فينا خلال الفتره اللي فاتت. الحمد لله. لازم اشكر كل زملائي اللي كانوا شغالين معايا لان هم دول اساس النجاح. اشكر الجمهور اللي كان دايما بيدعمنا. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه نأدي دور جيد مع شركه السادات الوطنيه لاداره المنشات الرياضيه. عايزين دعمكم معانا زي ما انتم دايما عودتونا. عايزين النقد بتاعكم البناء ان شاء الله نقدم حاجه تكون كويسه للرياضه المصريه، نحقق حلم الالف بطل اولمبي او الف بطل عالمي زي كابتن محمد صلاح. هنتحرك مع بعض كلنا وهنتقابل الفتره اللي جايه، هنكون مع بعض في افتتاحات انديه سيتي كلاب وتطوير ال 15 استاد على مستوى المحافظات. اتمنى نكون كلنا في مجال الرياضه بنتعاون مع بعض، واشوف دايما بنتحرك كلنا عشان خاطر بلدنا ان شاء الله. شكرا لكم جدا. أما أفضل مدير كرة لكرة القدم هو الكابتن زين عبد الحفيظ مدير الكرة داخل النادي الأهلي. بعد إذنك فندم احنا طالعين هوا بس معلش أنا آسف. كابتن هنا يا كابتن. مبروك طبعا العميد محمد مرجان. الحقيقه يمكن انا معرفتي بيه ما يعني لا تتخطى شهور، لكن في الفترة دي يعني اللي تقدر تحكم بيه تقول انه شخص محترف، شخص منظم جدا، جاد جدا في عمله، ياخد باله من كل التفاصيل. فالف مبروك طبعا، والف مبروك طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ افضل مدير كرة لفريق كرة القدم. الحقيقة يمكن المنظومة بالكامل بتضيف للعاملين فيها، يعني بالتأكيد كيان النادي الأهلي وأسلوب إدارة النادي الأهلي والقائمين على إدارة النادي الأهلي بيضيفوا بالتأكيد للأشخاص وبيدوهم الأدوات اللي بتساعدهم على أن هم يتحركوا ويبدعوا ويتمكنوا من مهام عملهم بشكل كبير. مرة تانية برحب بيك كابتن أشرف. أهلا بيك أحمد. طبعا ألف مبروك أولاد النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي، دايما متألقين، وزي ما قلت أن دايما اسم النادي الأهلي
وما يقدمه النادي الاهلي من ادوات ومساعدات لكل ابنائه دايما بتديهم الثقه ودايما بتديهم نجاح وتالق دائم ان شاء الله. صحيح. اجي معاك شويه وانت كنت بتتكلم على الكره الحلوه والاداء الحلو. انا الحقيقه والكره الحقيقه يمكن الاسبوع ده ما كانتش عادله ولا منصفه قوي، يعني ماتشين مش عارف، يمكن طبعا البايرن والبي اس جي، قد ايه كنت انت بتتكلم على الاداء الجماعي والتحرك وخلق المساحات والحلول والضغط، وانت بتتكلم على فريق زي بي اس جي مدجج بالنجوم، قد ايه انه البايرن طبعا هو خسر المباراه في الاخر 3-2، لكن هنا احنا بنتكلم على فكره انك انت تكون مسيطر وبتقدم كوره ممتعه وبتقدم كوره فعاله. يمكن لو التوفيق كان موجود الماتش ده كان خلص سكور لصالح البايرن بشكل كبير جدا. صحيح. ولكن يعني ثلاث هجمات راح بيها البي اس جي خلص، وطبعا امبابي كان الفرق السلم. صحيح. تفتكر ده الاداء ده بصرف النظر، سيبها بقى ارك النتيجه على الجنب، عشان توصل للمستوى ده وتوصل للاداء ده، ايه هي المفاتيح؟ يعني بنتكلم على ايه يا كابتن اشرف؟ استمراريه في الاداء بهذا الشكل من بايرن ميونخ في الفترات في السنوات اللي فاتت بيدينا مؤشر او دلائل انه لا، الناس دي بتشتغل بشكل دائم وبتركيز كبير جدا جدا على طريقه معينه للعب، سواء نواحي خططيه او مستوى. ده مش نتيجه سيزون واحد او شغل تاكيد تاكيد هتشتغل وتكمل، بالتاكيد تراكم كبير جدا. ولو خدناه بس اثنين عندنا في مصر هنا هنشوف انه النادي الاهلي في العصر الذهبي شويه، طبعا في عصور كتير النادي الاهلي، ولكن خلينا مؤخرا عشان الناس تفتكر العصر الاخير السبع ثمان مواسم اللي احتل فيهم النادي الاهلي كل المناصب وكل البطولات، كان في استمراريه لانه كان في لاعبين مركزين بشكل رائع، المنظومه مكتمله. بمعنى انه مجلس اداره مركز بشكل كبير جدا في عمله، الجهاز الفني والاداري والطبي مركزين بشكل رائع جدا جدا، اللاعبين تركيز بنسبه 100% طول الوقت في السبع ثمان مواسم دول. المنظومه او عمل فريق كره القدم عمل جماعي، لابد ان المنظومه تكتمل. لو حاجه وقعت منه بالتاكيد بيكون في قصور، وده بيؤدي في النهايه لعدم تحقيق نتائج. البايرن بهذا الشكل من مواسم طويله جدا، الاداء في هذه المباراه اكثر من رائع. تكلمني على ليه او ليه حصلت النتيجه دي رغم اداء بايرن ميونخ؟ يعني احيانا بيكون في بتقدر تصنع الفرق. طيب اسمح لي ارجع اتكلم معاك ونكمل كلام، لان انا عندي كلام كتير على البايرن، اتمنى انه وقتنا يسمع. بس خلينا نروح نتابع تفاصيل اكتر وننقل لحضراتكم تفاصيل من داخل الحفل على الهواء مباشره، وارجع لحضراتكم انا وكابتن اشرف ممدوح مره ثانيه في السادسه. الحقيقه افريقيا دايما مولعه، كل دوره ابطال او دوري الابطال افريقيا بيكون جماهير النادي الاهلي منتظرين الكثير من مديره الفني ومن كتبته باجملها. ولكن على مدار الاشهر اللي فاتت منذ تولي القياده الفنيه لنادي الاهلي خلاص ساب بصمه وحجز مكان كده داخل قلوب كل جماهير القلعه الحمراء. افضل مدير فني هو بيتسو موسيمانيا، المدير الفني لنادي الاهلي. معلش اتقل شويه، والنبي الله يزيدك كتر خيرك، يعني خلص كلمته وبص هنتنطط كلنا على ال لا معلش يا فندم. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. يا ثانك يو فيري ماتش فور ذيس وندرفول award. It means a lot to me in a very short space of time in Egypt. I just want to thank the organizers, the sponsors,
everybody who has voted for me to be here. I understand is the journalist, and I'm humbled. Thank you very much. But also not to forget my players who contributed to this, the board of Al Ahly, the president Khatib, and Khaled Darandali. And I want to thank everybody for this. Thank you very much. بنشكر الجميع طبعا. هو سعيد جدا بالجائزه الرائعه لحد كلامه، وبيقول برغم ان فتره صغيره موجود فيها بس هو سعيد بيها، بيشكر المنظمين والرعاه، وبيشكر بيقول الجائزه دي ما كانش ممكن ياخدها من غير اللاعبين والاعضاء الجهاز الفني ومجلس الاداره على راسه كابتن محمود الخطيب كابتن خالد الدرندلي، وبيشكر طبعا الصحفيين اللي صوتوا كل حد شارك عشان يعني يحصل على الجائزه دي، وبيتمنى يجيب النجمه العشره ان شاء الله. هو اللي جاب التسعة يجيب العشرة. يلا يا بيتسو شد حيلك معانا، قدها قدود على فكرة. يمكن طبعا مبروك لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني النادي الأهلي، وبعتبره الحقيقة على الرغم ان هو فترة قصيرة مع النادي الأهلي، وحضراتكم عارفين انه مديرين فنيين اللي بيجوا النادي الأهلي في منهم يعني بيقعدوا يعني سنين طويلة جدا، على الرغم فترة قصيرة قدر يحقق بطولات في ظروف صعبة جدا، وبعتبره هو والجيل ده سيئين الحظ الحقيقة، ما حضروش وما شافوش جماهير الاهلي في المدرجات. وما ادراك ما جماهير النادي الاهلي في المدرجات قد ايه ممكن تحرك الصخر، وقد ايه ممكن تكون دعم حقيقي في ماتشات وفي لحظات صعبه، وياما ماتشات كتيره جدا كان الجمهور هو اللاعب الاول فيها واللي ساهم بشكل كبير جدا في حسم مباراه او حسم لقب او بطوله. صحيح، كلام مهم جدا بتقول يا احمد. طبعا طبعا، ويعني تكريم يستحقه موسيماني لانه جه في مرحله صعبه الحقيقه، يعني مرحله عنق زجاجه كان النادي الاهلي فيها، وقدر يتحمل الضغوط والستريس العصبي اللي كان موجود وضغط الجماهير واحتياج النادي الاهلي لمدير فني في مرحله في وقت ضيق جدا جدا، انه يعني يعمل الانسجام والتوافق والتناسق بين اللاعبين سواء البدني بقى او الذهني، وتجهيز اللاعبين بدنيا وذهنيا وفنيا. بالتاكيد يعني فتره قليله جدا قدر فيها مع النادي الاهلي يحقق انجاز المطلوب منه على الاقل. وبيتهيألي كمان يفرق معاه كتير مستر موسيماني، الشخصية الأفريقية عموما شخصية ليها تركيبة معينة، وبيتهيألي إنه الفترة اللي عاشر فيها المصريين كل شوية ما هيقرب من فكرنا ومن ثقافتنا ويفهم طريقتنا، يبقى عنده قدرة أكبر على التعامل مع اللاعبين، مع الجهاز الفني اللي بيساعده، مع الإعلام اللي بعتقد إنه ليه دور واضح ومؤثر جدا، وده يساعد مستر موسيماني في اللي جاي إن شاء الله إنه يقدم نسخة أفضل إن شاء الله للنادي الأهلي إن شاء الله. وأتمنى إنه يبتعد شوية بس، وده دايما بقوله إنه المدير الفني او اللاعب علشان يركز بنسبه 100% محتاج انه يعني ما يسمعش كتير وما يشوفش كتير. سريعا جدا عشان وقتنا، خليني اختم معاك. الجوله اللي جايه من تشامبيونز ليج، هل شايف انه النتيجه حسمت؟ يعني هل شايف انه الريال في قبل النهائي، انه بي اس جي بفوزه على البايرن في قبل النهائي، ولا شايف انه الفرق يعني اللي خسرت هيكون ليها سيف في الجوله على مدار تاريخ كره القدم؟ استمتعنا دايما بكره القدم في ان هي صاحبه المفاجات. مفيش في كره القدم ثوابت، يعني مستحيل تقول ان ريال مدريد خلاص صعد او باريس سان جيرمان صعد، مستحيل. يعني كره القدم دايما فيها. خليني انا اقول لك انه تشيلسي ومان سيتي بيتهيألي بنسبه كبيره صعدوا، يعني اعتقد ليفربول و بايرن قادرين على ريمونتادا؟ قادرين طبعا، بالتاكيد قادرين. مفيش كره قدم ثوابت زي ما قلنا، وهي دي متعه كره القدم، هي دي جنون كره القدم، هي متعتها الحقيقيه. نورت وشرفت كابتن جدا أحمد. شكرا جزيلا، كل التوفيق للنادي الاهلي. استمتعت بوجودك معايا النهارده. شكرا. وبشكر حضراتكم على المتابعه. بكره ان شاء الله نقابل حضراتكم حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.